بجد ترحيب بحضراتكم مرة تانية، وخلونا بقى نبدأ نهارنا العالمي من عند الدوري الإنجليزي ومباراة توتنهام وكريستال بالاس. توتنهام قدر إنه يفوز على كريستال بالاس 2-1 في الجولة العاشرة من البريمير ليج، وتوتنهام بدأ بالتسجيل في المباراة في الدقيقة 53 عن طريق المدافع كريستال بالاس جويل وارد بالخطأ في مرماه. بعدها سجل سون الهدف الثاني في دقيقة 66، أما هدف كريستال بالاس الوحيد سجله جوردان أيو النجم الغاني في الدقيقة 94. سون واصل تألقه في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، ووصل للهدف الثامن عشان يبقى في المركز الثاني في ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي بعد هالاند المتصدر بتسعة أهداف. توتنهام بيواصل تصدر البريمير ليج وأصبح بيبتعد عن أقرب منافسيه اللي هم طبعا السيتي وارسنال بفارق 5 نقط، ولكنه توتنهام لعب مباراه الجوله العاشره على عكس السيتي وارسنال اللي لسه هيلعبوا النهارده وبكره المباريات اللي ليهم في الدوري الانجليزي. ارسنال هيلعب النهارده الساعه 4 مساء ضد شيفيلد يونايتد، وهيحاول انه يقلص الفارق لنقطتين مره ثانيه. نفس الشيء بالنسبه للمان سيتي اللي هيلعب بكره ضد المان يونايتد في مباراة أكيد هتبقى مهمة جدا، وتوتنهام وصل للنقطة رقم 26 في صدارة البريمير ليج، أما كريستال بالاس فبيتجمد رصيده عند النقطة رقم 12 في المركز ال 11 في الدوري الإنجليزي. نروح لمدرب توتنهام الاسترالي انجي بوستيكوغلو، واللي اتكلم عن صداره فريقه لجدول ترتيب الدوري الانجليزي بفارق 5 نقاط بشكل مؤقت عن المان سيتي والارسنال اللي لسه ما لعبوش مباراه الجوله العاشره في البريمير ليج. والمدرب الاسترالي اتكلم بعد فوز فريقه على كريستال بالاس 2-1، وقال انهم هيلعبوا بنفس طريقتهم برغم تصدر الدوري الانجليزي، وانه بيستمتع كل يوم هو واللاعبين مش عشان بس متصدرين، لكن عشان هم عايشين حلم اللي هو اكيد يعني حلمهم ان هم يحققوا الدوري الانجليزي. لكن مدرب توتنهام شايف انهم بيمثلوا نادي عظيم وبيحترم المسؤوليه اللي عليه، وان بالنسبه لي الاهم دايما هو انهم يقدروا انهم يمنحوا السعاده والامل للمشجعين، ويمكن لسبب ده انديه كره القدم اتعملت في الاساس. لعيبه توتنهام في الموسم الحالي بيقدموا اقوى مستويات ليهم من سنين، وده كان اهم سؤال اتسال عليه المدرب الاسترالي، واللي رد وقال ان السر في ان لعيبته تكون في افضل حال هو اللعب الجماعي، وان المجموعه دايما اهم من الافراد، وان ما ينفعش اي فرد يخرج من المجموعه كمان، بالاضافه عشان التدريبات قويه وتنافسيه بين اللاعبين، وانه حاليا في توتنهام مش مسموح لاي لاعب انه يفكر في اي حاجه غير انه يكون في افضل حال، وان كل اللاعبين يساعدوا بعض عشان يوصلوا للاهداف الجماعيه المطلوبه من فريق توتنهام خلال الموسم الحالي.